اجتمع سفراء دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والملحقون العسكريون في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، وأجرى خلال الاجتماع بحث المستجدات على الساحة اليمنية إلى جانب الجهود القائمة لتحالف دعم الشرعية في اليمن خلال الفترة الماضية. وأكد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن قوات التحالف تواصل تقدمها نحو مديرية نهم ومحافظة الجوف. كان هناك الكثير من الانتصارات في جميع المحاور وفي جميع الجبهات على المحاور الأساسية والمساندة. في نهم هناك تقدم نحو العاصمة صنعاء. الأسبوع الماضي مديرية شبوة تم ولله الحمد تطهيرها وتحريرها، وتسيطر الحكومة الشرعية على كامل المحافظة. هناك تقدم في البيضاء وفي جميع المحاور في الجوف. بإذن الله تعالى سيتم تحقيق النصر. هناك جانبين أطلعنا أصحاب السعادة السفراء والملاحق العسكريين عليها. يمضي التحالف قدما في تحقيق الأهداف العسكرية والعمليات العسكرية، ولا نغفل الجانب الإنساني فيما يخص إدخال المساعدات وتقديم كل التسهيلات بإذن الله تعالى لتخليص الشعب اليمني ورفع المأساة عن أبناء الشعب اليمني نتيجة للانقلاب الحوثي ومن يقف وراءهم بدعمهم بالصواريخ البالستية والأسلحة لغرض إطالة المعركة. وأشار العقيد المالكي إلى أن إعادة الأمل لازالت مستمرة وتحتاج إلى وقت ليتلخصها أو ليتخلص الشعب اليمني من الحوثي، لافتا إلى أن إيران لازالت تواصل تدخلاتها في اليمن عبر مد ميليشيات الانقلاب بالأسلحة والذخائر والصواريخ البالستية. من الضروري جدا معرفة أن الحرب في اليمن هي ليست غزو وليست حرب شاملة ليتم الانتهاء منها في فترة قصيرة وإجبار العدو على إنهاء الحرب باستهداف النقاط الحاسمة سواء كانت الاقتصادية أو السياسية. نحن نحافظ على البنية التحتية في اليمن، نحن نحافظ على أرواح أبناء الشعب اليمني. هناك الكثير من المحددات العسكرية في العمل وفي العمليات العسكرية. بإذن الله تعالى سوف تستمر عمليات إعادة الأمل حتى إعادة الشرعية وتخليص الشعب اليمني من الجماعة الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. تتصاعد الاحتجاجات المناخية.